فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. اتحول بكم الى زميل حفيظ الدراجي لمتابعه الشوط الاول في مباراه الافتتاح لخليج 24 بين منتخبي قطر والعراق. اليك حفيظ. شكرا جزيلا لك زميل ايمن جاده، والشكر موصول ايضا لضيوفك الاعزاء الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا بكم، اهلنا في قطر وفي الخليج العربي مع عرسنا الكبير 24 في تاريخ كره القدم العالميه وفي تاريخ كره القدم الخليجيه، المواجهه القطريه العراقيه بين اسود الاطلس والعنابي بطل اسيا، العنابي المشارك في كوبا امريكا، القطر المنتخب العراقي بقياده سريتشكو كاتاناتش سلوفيني المدرب الذي يقود منتخب العراق من دون عدد كبير من اللاعبين، خاصة من لاعبي نادي الشرطة الذين شاركوا في مباراة في دوري أبطال العرب البارحة ويغيبون اليوم بجيل جديد. العراق ولادة دائما، كانت دائما ولادة لأجيال رائعة جدا. ها هي تشكيلة منتخب قطر الليلة مع سعد الشيب، بيدرو على الجهة اليمنى، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بسام الراوي، كريم بوضياف، خوخي بوعلام، يوسف عبد الرزاق، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، والمعز علي، هداف بطولة كأس أمم آسيا التي جرت في الإمارات العربية المتحدة خلال سنة 2019. في الجهة المقابلة منتخب أسود الرافدين بجلال حسن في الحراسة، مصطفى محمد على الجهة اليمنى، علي عدنان سيكون موجود على الجهة اليسرى، ميثم جبار في وسطي الدفاع رفقة أحمد إبراهيم، محمد رضا مع محمد علي ميمي هداف منتخب العراق ولاعب نادي الدحيل، واحد من اصغر وابطال يمنى، وحالة الانطلاقه وتوزيعه خطيره، التسديده والحارس دفع علي عدنان، عنده الكره علي يبحث عن التغطيه، اوه التغطيه، كره خطيره والتوغل، المعز علي، والحكم يقول ركنيه اولى في المباراه. راح الغزال المعز علي في المراوغه وسط لخوخي، المعز وجول، با 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 با. رائعه تمريره من بوعلام خوخي للمعز الذي قاد الهجمه والحمله، مرر لبوعلام للمعز علي، ترجع ليوسف يبحث عن اكرم عفيف، با 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 با. والحكم يقول ولا شيء، لم يقل شيئا حكم المباراة في هذه اللعبة. من هنالك ما زالت الكرة عراقية في الوسط، ضغط عالي، المعز حق الكرة عبد الكريم والتوزيع على القائم الثاني، هائلة الكرة ليوسف عبد الرزاق، هائلة عبد الكريم حسن، اولالا رائع عبد الكريم، توصل على الجهة اليمنى ليوسف عبد الرزاق يبحث عن التغطية، استرجعها يوسف مرة ثانية، استرجاع عراقي في وسط الميدان، ممتازة، حسن الهيدوس، المعز علي، حسن الهيدوس، يا سلام، ميمي واستلمها ودخل، ميمي ما زال التغطية والمراوغة وجول، با 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 با، محمد علي كاد يفعلها في أول كرة عراقية، يا سلام، استلمها في العمق، راقبها داخل منطقة العمليات، راوغ المدافع طارق سلمان بروعة، شوف الخطأ من أكرم عفيف، عنده الكرة يدخل أكرم، ما زال أكرم، أكرم عفيف، عبد الكريم حسن، و با 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 رائعة. أكرم عفيف وعبد الكريم حسن، يا لها من بداية ويا لها من مباراة، لقطة بلقطة، كرة بكرة، من كرة أولى كانت للمنتخب العراقي من محمد علي، انطلق أكرم، ما زال يلعب، ممتازة لكريم بوضياف، أولالا أولالا يا جلال يا حسن، أحسنت يا جلال، أولالا الكرة خطيرة مرة ثانية، التسديدة والارتفاع، بوعلام خوخي في الأماكن اللازمة تلعب مرة ثانية خطيرة، جول، با 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 با، خطيرة وجول في غفلة من دفاع المنتخب القطري، محمد قاسم يفعلها ويسجل الجول الأول المفاجئ للمنتخب العراقي في حضور جماهير عراقي في المدرجات، يا سلام عليك يا محمد يا قاسم، الجول الأول للمنتخب العراقي بشكل مفاجئ، هاو الجول الذي سيشعل المباراة، هاي اللعبة وهاو الخلل الفادح، أي 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 أي، الاختلالات ما زالت موجودة بين طارق سلمان وبسام الراوي، ذكرتها وعلقت عليها في المباراة أمام منتخب البحرين هنا في التصفيات كأس أمم آسيا وكأس العالم. من هنالك ما زالت الخطورة، كرة جول، با 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 با، جول، يا
سلام عليك يا محمد يا قاسم، ثنائية ولا أروع. ما هذا الذي يحدث في استاد خليفة الدولي في مباراة الافتتاح؟ ما هذا الذي يفعله المجانين؟ نعم أنتم مجانين، أبناء العراق يفعلونها ويسجلون هدفا ثانيا. يا للروعة ويا للبراعة، يا للإصرار ويا للمتعة. استلمها الرائع محمد قاسم، يسجل ثنائية تاريخية ولا أروع. هذا صاروخ، هذه قذيفة، هذا صاروخ وهذه قذيفة. سلام من محمد قاسم بيساريتين، اليسرى الأولى في الجول والثانية في الجول. على الجهة اليمنى توصل الكرة ليوسف عبد الرزاق، المراوغة يوسف عبد الرزاق وسام. ممتازة الكرة لبوعلام خوخي، سلامها بوعلام وبين أحضان الحارس. التغطية بالرأس محمد علي، ومرت راحت سهلة لسعد الشيب. يقول حكم المباراة تلعب استخفوا بي المنتخب العراقي. أرضية الكرة والتغطية، يوجد بيدرو معزول في حاجة لمساندة. بيدرو يحاول يمر، بيدرو يوزع كرة أكثر، خاصة أنهم خاسرين. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي المراوغة التسديدة. المعيز راح، المعيز راح، المعيز راح، المعيز راح، المعيز راح، المعيز راح، المعيز المعيز علي المعيز. وعلم خوخي يطلبها، أكرم عفيف وصلته رقبها، أكرم عفيف بيدية الكرة، لا 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 بعيد الكرة لكريم بودياف. أكرم عفيف، أكرم عفيف الكرة البيدية، بيدرو استلمها. ولا شيء، حكم قريب من اللقطة يقول ولا شيء. البحث عن المهند علي، فعية رائعة هنا، ليس هناك أي خطأ في هذه الكرة، هناك مجرد احتكاك مع بعد خمس مباريات. حسن الهيدوس في تنفيذ المخالفة، الدفاع يصدها بروعة. سامي العبا لبيدرو على الجهة اليمنى، بيدرو يحاول يمر وتوزيع رائع بيدرو. ولا يا أبو علام يا خوخي، الكرة البينية ضاعت لي أو خطيرة. ولا الحارس يصد، الحارس يصد والحكم يقول خطأ لجلال حسن. لعبة أخرى وكرة أخرى صعبة، ولكن التغطية الدفاعية كانت رائعة والحارس جلال حسن كان أروع. الحكم يقول هو مجرد خطأ فقط وصفرته. كرم يبحث عن التوزيع في القائمة الثانية، كرة خطيرة، الخطيرة حسن في الحراسة على الجهة اليمنى مصطفى محمد، الجهة اليسرى علي عدنان، أحمد إبراهيم رفقي في حاجة لمساندة. التسديدة وجول، التسديدة وعبد العزيز حاتم وجول، هدف غير متوقع. يا سلام، مباشرة بعد دخول عبد العزيز يهز الشباك ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب القطري في بغتة وغفلة من دفاع منتخب العراق في لقطة ميتة. وحد الولد استلمها ورجع، وجدها أمامه اللاعب الاحتياطي عبد العزيز حاتم وحطها بيسرها في الجول. هدف أول لصالح المنتخب القطري. يشرف أكرم عفيف، أكرم المعز، أكرم مازال، أكرم يدخل، أكرم يسدد. عفيف على الجهة اليسرى، أكرم استلمها، أكرم خطير، أكرم مر، أكرم راوغ، أكرم وزع والكرة بعيدة. وحده معزول ولا واحد لحقه، رمى كرة هكذا عبثا يعني ما عندوش خيار آخر، وقعت أمام عبد العزيز حاتم الذي هز شباك الحارس جلال حسن. هدفان مقابل هدف واحد، صارت النتيجة ممتعة هذه المباراة الافتتاحية. نعم ممتعة، والأهداف الثلاثة. نصر المنتخب العراقي على الجهة اليمنى متوقف قبل التوقف الدولي، خطيرة الكرة هذه بالرأس، تغطية على طرف اللاعب المعز، المعز 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 المعز، وكرة جول. لا لا استحضر لعبها هنا النادي مادي الموريتاني قبل اللاعبين القطريين. حسن استلمها، حسن الهيدوس رائع التوزيع. مر مهند، با 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 با، يا سلام عليك يا مهند، يا سلام عليك، في منتهى الروعة. مهند علي استلم، لا مش مهند، معديرة يا شريفي عبد الكاظم لاعب نادي الكرة في المخالفة. هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة. اوه عيدة في القائمة الثانية راحت مباشرة. كرة في المخالفة، عبد الكريم حسن، اولالا اولالا، مرة ثانية بالرأس، العارضة الأفقية تصد، وأبو علام خوخي في القائمة عن مونتاري في القائمة الثانية. كرة توصل لمونتاري، رجعها بالرأس، التسديدة المعز علي والركنية، خطير المعز. دخل بيدرو، رجعت له استلمها، ودخل بيدرو توزيع عرضية والركنية لصالح المنتخب الخليجي للمرة الأولى منذ 2013 بهدفين. كرة بالرأس، هو عبد الكريم حسن، عبد الكريم، والله رائعة كرة عبد الكريم.
حسن في اتجاه محمد مونتاري وكرته مرت سلامات. كنت سأقول بأن عبد الكريم عفيف، أكرم عفيف يدخل، أكرم عفيف يوزع كرة، الدفاع يخرجها بصعوبة.